عاد للانضمام إلينا من جديد من العاصمة الأردنية عمان الباحث في مركز الأمة للدراسات والتطوير الأستاذ إياد العناز. أهلا ومرحبا بك أستاذ إياد. أهلا وسهلا فيك. في الوقت الذي يتصارع فيه شركاء العملية السياسية على المناصب، الأرقام تؤكد تراجعا مستمرا في الواقع الخدمي مع تولي عادل عبد المهدي رئاسة الوزراء، كيف ترون أداء الحكومة في ظل الصراع على المناصب في ولاية عبد المهدي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بخير. تبقى العملية السياسية هي من العوامل التي بدأت تشكل كاهلا ثقيلا على المواطن العراقي، بسبب أن أحزاب السلطة الحاكمة في بغداد أصبحت لا تهتم بما يعانيه الشعب العراقي من مشاكل ومن معوقات اقتصادية واجتماعية ونفسية. حتى هناك الكثير من المشاكل التي يعيشها المواطن عقب المكابدات التي تتعلق بحياته المعاشية، تتعلق بالخدمات المقدمة له. لا ننسى الآن الظروف التي مرت في العديد من المحافظات وخاصة الشمالية في عملية سقوط الأمطار والفيضانات التي آلت إليها الكثير من المراكز المدن وإلى المراكز التجارية فيها وإلى الأسواق، وكذلك ما عاشته معاناته العوائل النازحة الموجودة في معسكرات النازحين بسبب هطول هذه الأمطار، عدم وجود آليات لكيفية التعامل مع هذه الخدمات، عدم وجود أيضا آلية لمكافحة الفساد المنتشر في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية. هنا نرى أن العامل الأساسي لفعالية هذه الأحزاب المتواجدة في مجلس النواب أو التي تشترك في العملية السياسية هم الوحيد هي كيفية الحفاظ على مصالحها، كيفية الحفاظ على ما تسعى إليه من أهداف مالية واقتصادية تحاول بها أن تستثمر جميع الأموال، خاصة وأن هناك العديد من هذه الأحزاب لديها لجان اقتصادية شاركت وساهمت بالعديد من المشاريع التي تستطيع أن تأخذها من قبل المؤسسات والوزارات. إذا نحن أمام منعطف خطير يشكل خطورة على المجتمع العراقي ويشكل خطورة على الإنسان العراقي بعدم وجود ما يدفع المشاركين في العملية السياسية إلى الأخذ بمبادئ الحفاظ على الثروة العامة للمواطن، كذلك عدم وجود آليات لكيفية التحكم بإكمال هذه الحكومة التي سببها الصراعات السياسية والصراعات الحزبية. هل تتفق مع الرأي الذي يقول أن تغليب السياسيين لمصالحهم على الصالح العام فاقم من معاناة العراقيين؟ أكيد أنا أتحدث أنه نحن عندما نتكلم عن أحزاب سياسية اشتركت في العملية السياسية، اشتركت في الانتخابات الأخيرة التي كان صداها واضحا بأنه لو انتبهت قيادات هذه الأحزاب إلى حقيقة الرمز الشعبي لرأت أولا ما هي نسبة المشاركة في هذه الانتخابات، بالتالي ما هي الانسيابية في الخروج بالتظاهرات التي ترفض الكثير من السياسات المالية والاقتصادية وحتى الاجتماعية التي تقوم بها حكومة عادل عبد المهدي. نحن نرى لا زالت هذه التظاهرات تعم بعض المدن. طيب بعد مرور 6 أشهر على عمر الحكومة التي يرأسها عادل عبد المهدي، هل ترون أنه نجح في الوفاء ببعض من وعوده أو بكلها؟ وإن لم يفي، ما هي المدة التي من الممكن أن يفي بوعوده إلى الناس؟ نعم، سؤال مهم جدا. هو أعطى لنفسه وقتا وأشهرا ولكن لم يستطع أن يحقق، وأقولها صراحة لو استمرت عدة أشهر أخرى ولو سنة كاملة فسوف لا يمكن أن يحقق شيء، لأن ما جاء ببرنامجه الحكومي هو بعيد عن التصور. البرنامج الحكومي الذي اطلعنا عليه كان مجرد اكثر مما هو ديباجه معروفه، وهي عبارات منمقه ولكن عبارات انشائيه ليست لا تحاكي الواقع الحقيقي الذي يعيشه المواطن العراقي. هل حاكى ما يعيشه المواطن العراقي من مسببات الى الاساس البطاله في التي يعيشها ابناء المجتمع العراقي؟ هل حاكى التخلف التعليمي الذي موجود في المؤسسات التعليميه؟ هل استطاع من خلال ما اسماه بالمجتمع للفساد ان يشكل ادوات صحيحه لمكافحه الفساد؟ هل حال العديد وقيادات هذه الفساد الفاسدين في الدوله وهو يعلمهم جيدا وهم معظمهم يشكلون قيادات تدعم الفاسدين والمفسدين؟ هل تمكن من اصلاح البنيه التحتيه للمحافظات التي تسببت فيها الاليه العسكريه من خراب ودمار وتحطيم
هل استطاع أن يعيد للعراق وجهه؟ لا يتمكن بذلك. هو إن كان يقول أن هناك هو اعتراف الاعتراف الأخير في الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب عندما حضر وحضر معه برهم صالح عندما تحدثوا الاثنان إلى أن هناك كثير من المعوقات، هناك كثير من الأسباب التي تؤدي إلى الفساد، بل ذهب بعيدا عن المهدي وأسس إلى 40 سببا. إذا ماذا يفعل إذا كان هذا البلد هكذا، وإذا كانت هناك مكافحة الفساد التي تطلق عليها رئاسة اللجنة الرئاسية أو بأن هناك مكافحة الفساد أصبحت تشكل الدولة العميقة؟ إذا نحن ما عم نتعامل، نحن نعلم بالكلام عن الفساد أستاذ إياد، الصراع على الحقائب الشاغرة يصاحبه فساد في التزوير، هذا الأمر يعلمه كل جاهل في علوم السياسة اليوم في العراق. بالكلام عن الفساد، الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 وحتى اليوم وهي تعلن أن هنالك فساد في العملية السياسية، هنالك فساد يجب محاربته، هنالك حيتان للفساد، هنالك أحزاب فاسدة في العراق، لكنهم أصبحوا كالطبيب الذي يشخص ولا يعالج. لماذا؟ هو اساسا ليس هناك تشخيص. هو لو اتضحت انه نحن الطبيب عندما يشخص يبحث عن علاج، الطبيب عندما يحاول ان يساعد المريض، هؤلاء لا يساعدون ابناء شعبهم. قلت لك هؤلاء جاءوا بسياسه الحفاظ على مكاسبهم، بالحفاظ على الحصول على اكثر من موارد ماليه اقتصاديه يستطيعون به ان ينموا ثرواتهم ويستطيعون ان يبدوا بهم طموحاتهم الشخصيه. لا وجود لاساس شيء اسمه خدمه المواطن او انتعاش الاقتصاد العراقي او رسم رؤى سياسيه واقتصاديه تستطيع ان تبني مجتمعا وبلدا كالعراق. هم لا يبحثون عن ذلك، والا فتراهم لحد الان نحن نتكلم عن بعد نهايه الشهر العاشر من السنه الماضيه والحكومه لم تكتمل. اذا ما هي كتب المعايير الاساسيه في حقوق في وزارات اربعه مهمه تتعلق بحياه المواطن؟ اذا كانت الدفاع، واذا كانت الداخليه، واذا كانت التعليم والعدل. كيف يستطيع المواطن يعيش في بلد ليس فيه اسس لاكمال وزارته التي تتعلق بحياته الامنيه، او التي تتعلق بحياته بعدالته الاجتماعيه، او التي تتعلق بتامين التعليم المهني له او الدفاع عن ارضه وسيادته؟ اذا ما هو الدور الذي يمكن ان يقومون به؟ هم لا يستطيعون ان يفعلوا شيئا غير العمل على تحقيق مصالحهم، وبالتالي عدم النظر الى وجود اليات الحفاظ على المال العام والهدر العام والمشاركه في مكافحه. الباحث في مركز الأمة للدراسات والتطوير الأستاذ إياد العناز، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.